هاي البطلة أم البطل، يعني يأبى الليث إلا أن تلده لبوة. تعرف إيش قالت لي ذاك اليوم والكاميرا عليها؟ إذا هاي وقفت هنا وسبعة ابنها بعدها ما طالعة، وقفت هنا قالت لهم لا تخافون لا تبكون ولا تحزنون، أنا تخلص سبعة ابني وجاية وياكم، لا حد يتراجع، إذا تراجعتوا راح دم ابني هدر. لم تبكي ولم تولول، وهذا المايك إلها وتقول لك هاي الامرأة الحرة الشجاعة. تفضل. مرحبا يما. لبيك يا عراق. مشاهدينا الكرام، هنا يقتل الحسين من جديد، وهنا أصحاب للحسين شرفاء، وهنا نساء كان أفضل من أشباه السياسة. هذه المرأة التي قال عنها منتظر الزيدي لم تكمل سبعة ابنها وجاءت لتواصل الرسالة مع الأبطال، أي شعب هذا؟ وأي أمهات هن؟ وأي ليوث؟ ولا أستطيع أن أتحدث أكثر مما ستقوله هذه المرأة العظيمة أم الشهيد. يما أم يعقوب الشولج، الله يخليك يا الله يسلمك، الله يصبرك، الله يسلمك، رحم الله. أنت عنوان صرتي لكل العراقيات، الله يسلمك، أنت شرف كبير، الله يسلمك. أريد أستذكر وياك، أنا وياك بألمك وأنت وليدك جوا التراب، لكن ربحتي وطن. دمعتك مجروح، والله دمعتك مجروح يا بطل، والله هذول الموجودين كلهم لا رجعة إلا رجعت الوطن، إلا رجع الوطن من لا من ما تبكين ما تبكين، قلتك ذاك اليوم وقلتيها احنا ما نبكي شهداء. يا ظلام، لا ما نبكي شهداءنا، احنا شهداءنا زفر ولا نوريهم دموعنا، دموعنا راح تكون دموع فرح بعد ما نشيلهم. والله نفتخر 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 بهاي الامومه. هذا اخوه ما يخالف، هذا جبته أخو وجهد، وهذا اخويا وكلهم جبتهم وجهد. اسمعك امو ام يعقوب، احنا هنا بساحه التحرير، احنا نبكي من فرحنا انه عندنا هاي الامهات، ونبكي من فرحنا انه عندنا هاي الرجال اللي ما قدرت تشوفهم، لانه الرجال يشوفونهم الرجال. تفضلي امي ام البطل. انا سبعة مالته اجيت، وكل خميس اجي اوزع ثواب الاخوته، كل خميس، والبارحه انا هنا واول بارحه انا هنا ساحه التحرير، هذول اخوته واخويا وكلهم يجون وياي، وهذا الخميس هم جايبه ثوابه ما وزع الا انا لاخوته بساحه التحرير، وين استشهد ابني هنا اجي يوميا، احنا هنا نتواجد بساحه التحرير، يجون وجبه ويرجعون لوجبه. ايما ايش قد عمر الشهيد يما؟ هسه بتطبل 25، 24 سنة كملها، وبشهر الواحد طبل 25 سنة. اشتغل كان عامل، واجا من الشغل اجا للمظاهرات الخميس وتوفى الخميس. ما متزوج؟ خطبت له وذقاطة وكلها موجودة. انت خسرتي يعقوب، ويعقوب عند رب رحيم وراح شهيد. اليوم صار عندك ألف ولد، مئة ألف ولد، صار مليون يعقوب، كلهم ولي. ومن تمشين باكر انت قدام النسوان وقدام الزلم ما حد يزايد عليك، صحيح، لان انت اطيت للوطن عزمة تملكين. ايش عندك هسه انت كل مره تجي للتظاهرات يما؟ اي اشاركهم، اشارك ويا ولدي ويا ولدي وهذول، هذا واحد وهذا اخويا وذولا ولدي الباقين، هذا عد صغير يجي يومية بالليل هنا بالتحرير. يما اقعد عيني، قال لا اخويا هناك، احنا تعالي يمي، لا تعالي يمي، تعالي بصفي. كلهم ذولا ولدي، لا تعرفون ساحة التحرير دم ذولا، لو مهما يكون لا تعرفون ساحة التحرير، كلكم انتو ولدي وياكم احنا ايد بايد، وهذا دمه ودم اخوته ما يروح حدر الذول الفاسدين، لا يقنعوكم ولا يقولوا لكم وحكومه جديده وهاي كلها، هاي شبعنا منه الحكي هوايه، طالبوا بدم ذول اخوتكم، وهاي ساحه التحرير لا حد يعوقه، لما ما ياخذون الحق مالتهم وحقكم تاخذوها كلهم،
هم طلعوا شيردون شيردون، كل من يطالب بحقه. شباب قاعده لا شغل لا عمل، شو تريد هاي الشباب؟ تريد توفر هالشغل والعمل، شو تريد هاي الشباب؟